صار معنا على هواني نار اف ام بفقرة ستار كور الفنان اللبناني باسم مغنية. يسعد اوقاتك باسم. مساء الخير، يعطيك الف عافية. اهلا وسهلا فيك على هواني نار اف ام لاول مرة. شكرا شكرا لكم. ايه بتشرف اكيد. ونحن بنتشرف فيك باسم. خلينا نحكي بداية فورا على القصص يلي صارت على السوشيال ميديا. ودايما باسم مغنية بكل شي بيكتبه على تويتر او على فيسبوك فهو مثير للجدل. ليش دائما اللي بيكتبه باسم مغنية مثير للجدل؟ وهل هالشي متعمد؟ اكيد لا، انا مش بطبعي مني مش بطبعي بحركش عادة، بس في قصص بتزعجني صرت عم بكتبها على تويتر. أنا كنت غايب عن تويتر قبل لأنه أنا جديد على تويتر، يمكن بسبب كورونا صرت فاضي أكثر. إذا بدك تتابع الأمور عم تصير بالبلد وبالحياة، في قصص بتزعجني بقولها، بس دائما أنا وجهة نظري بتكون إذا بدك موضوعية، يعني بحاول ما في ما جرح، بحاول ما في ما أأذي بحكي، احترم بعض الأشخاص. لكن أوقات تكون مثلا في وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر حدا تاني بحب أقولها أنا وضوي عليها، وبالأخص نحن عايشين بوضع مزري هلأ اقتصاديا وسياسيا، فبحاول قد ما فيه أن نكون على مسافة واحدة من الجميع، بس بنفس الوقت أقول رأيي بكل موضوعية وبكل ثقة، يعني حتى الناس اللي ضد وجهة نظري يتقبلوا رأيي لأنه الأسلوب بكون منيح. تمام. انت برأيك باسم بيقدر هلأ الفنان بهذا الوضع انه يعطي رأيه بكل شيء عم بيصير ان كان فنيا او حتى سياسيا والناس عم تتقبل، يعني ولا دايما في مشاكل؟ يعني نحن انتبهنا حتى فنانين ما تقبلوا وجهة نظرك، يعني الوضع الاقتصادي. انا صعيد التمثيل ما بعطي رأيي عادة لانه انا ما بحب اذا حدا ما حبيت شغله اطلع اعطي رأيي عنه، لانه بعتبر انه هذا الشخص تعبان بالشغل اللي عامله، فحلو توجه له شيء حلو مش شيء انه مش عاجبك. عادة انا اذا مسلسل ما عجبني او ممثل ما حبيت تمثيله ما بعطي رأيي. اذا حدا حبيته كثير يعني زلمة متصالح مع نفسي، يعني بدي لك شغله انه في حتى شباب بيكونوا من جيلي ان كان بلبنان ولا بسوريا ولا بمصر، اذا حبيت شغلهم بطلع على العلن قدام كل الناس وبقول اسمهم وبعطي رأيي بحب، يعني بكون عم بحكي ايجابيا كنت حابب شغله. لكن لما بكون حدا مني حابب شغله ما بطلع بعطي رأيي، عرفتي شو؟ فأنا زلمة ما بعتبر حالي ناقد، أنا بفهم بعيد المصلحة، بعطي رأيي إيجابيا ببعض الأشخاص اللي أنا بحبهم كأشخاص، بحب تمثيلهم، بحب جهدهم، بحب تعبهم، بكونوا هذه السنة توفقوا وعملوا شيء حلو، فبنبسط أنا لما بعطي رأيي بحب إيجابيا تجاه الأشخاص. لكن طالما الموضوع فيه سلبيات ما بعطي رأيي. اما على صعيد الاقتصادي والوضع والسياسي يعني اللي عم بيصير، انا بالسياسي ما كثير بفهم، ما بعطي رايي كثير بالسياسه، بحكي اذا بدك امور حياتيه تتعلق بشيء انا عايشه بعطي رايي، لانه بعتقد انه انا كمواطن مثل الناس الثانيين اللي بيعطوا رايهم، بس يمكن لما انا بعطي رايي بيوصل اكثر لانه اذا بدك معروف اكثر، وهذا الشيء بيساعد. باسم بآخر فترة بموضوع معتصم النهار والقصص اللي صارت والتويتس اللي كتبتهم أنت، في كتير ناس هاجموك، في فنانين ما عجبون رأيك، وبالمقابل كان في ناس دعموك كتير. بيكون عندك مشكلة للناس اللي اعترضت على رأيك ولا بتعتبره شيء خلص على السوشيال ميديا؟ أنت عم تحكي عن شخص ولا عم تحكي عن ناس؟ عم نحكي عن شخص محدد بالأسماء ويسام حنا كان ضدك تماما. أنا ما بعتبره رأي لأنه هو فات ليسبني، واضحة فات ليسبني، يعني هو ما همه الموضوع اصلا عم بحكي فيه ولا فهمان فيه ولا عارف شيء ولا عم بدافع عن معتصم حتى ولا عم بدافع عن الدراما العربيه ولا شيء. حور مسار التويت اللي انا كتبته لمحل ثاني ومنه موجود. يعني بدي اقول لك اللي صار بيني وبين معتصم هو كان ممكن يصير، يعني انا وياه نكون بنفس المقابله ويقول رايه اوكي؟ وانا رد عليه قلت له لا يا معتصم مش مضبوط وجهه نظرك، وجهه نظري بتقول انه الشباب السوريين عم يشتغلوا اكثر لانه في ظروف ثانيه، بس مش لانه نحن مش اكاديميين، لانه انا استفزني الموضوع لانه انا اكاديمي، انا خريج معهد فنون مسرحيه، درست اخذت شهاده دراسات عليا فيها وعلمت بالجامعه لاحقا 3 سنين، فانه انا اكاديمي فانا دفعت عن وجهه النظر. هو ما في اي خلاف ابدا، يعني في هو عطى رايه بشيء انا رديت عليه قلت له لا مش هيك يا حبيبي، هو هيك،
وعلى فكرة معتصم تقبل الموضوع وصار في اتصال صحيح. بيني وبينه، وكان جدا محترم وقال لي انه خان التعبير. انا يمكن هو يعني هو كان يمكن فكر انه بس بسوريا كان في معهد فنون مسرحية، لا في بلبنان معهد فنون مسرحية، يعني معهد الفنون المسرحية بلبنان هو اقدم من اللي انعمل بسوريا بشي 20 سنة، يعني في اجيال بعتقد بالستينات اتخرجت من معهد المسرح. فانا بس حبيت اوجه هذه التويت اولى بس لانه في ناس بتتاثر بالشخص اذا بتحبه، يعني معتصم عنده ناس بتحبه كثير، اوكي، فبيروحوا بالاتجاه اللي بيحكي. فطبيعي لما بيقول شيء العالم بتتاثر بهذا الشيء. انا حبيت بس اوضح اقول لا انه نحن عندنا هذا الشيء، هي بس وجهة نظر مش اكثر، وما لها علاقه لا بممثل سوري ولا بممثل لبناني، لانه كلهم بيعرفوا انا محبتي للشام، تعصبي للشام ولسوريا. يعني انا زلمه بعز دين المحنه كنت اطلع كل نهار جمعه وخميس اقضي يومين بالشام لانه بحبها للبلد. كل المقربين مني من الفنانين بيعرفوا محبتي للشام ولاهلها، وبعتبرها بلدي الثاني صراحه. يعني انا بنبسط بقصي لما بينجح، بنبسط بمعتصم لما بينجح، بتيم، بباسل، وكلهم اصدقاء لالي وكلهم جيلي اذا بدك، وبعتبرهم من الممثلين العظيمين اللي مرقوا على تاريخ الدراما العربيه. فانا افتخر بهؤلاء، وبالاخص وجودهم بيعطينا دعم انه نحن كمان كلنا نتطور كشباب. فتحور الموضوع بفوتة شخص هيك ما انه هيك ابدا صحيح ابدا. باسم، انت بتعرف ليش هو اصلا فات هاي بهذا الموضوع؟ يعني كان الكل فهمان قصدك، وكتير من الفنانين السوريين حتى واللبنانيين تفاعلوا مع حديثك الا وسام حنا. شو كانت المشكلة وانت عم تقول انه هو راح باتجاه تاني ما وما بعرف فهم القصة؟ حبيبتي، انا ما بدي اقول لك شغله، ما بدي احكي كثير عن موضوعه. انا عاده اي حدا بيتوجه لي بطريقه مش منيحه ما برد، عرفتي شو، ما برد. بس بقول لك رغم كل اللي عمله وكل اللي قاله، اكيد يمكن هو كان عنده شيء بقلبه ما بعرف هو، بس اللي بقوله انه انا بسامحه على كل شيء قاله صراحه بكل صدق. قبل شهر كل الاتفاق اللي صار من خلال العالم العاديين والفنانين تجاهي، لانه انا ما رديت، ردوا كلهم على فكره، بالنسبه لي هذا كله برد لي قلبي يعني، وما تاثرت باللي صار، بس زعلت عليه هو لانه هو اللي تاثر، هو اللي انضر بهذا الموضوع. عيب باللغه التخاطب تكون بيناتنا احنا كفنانين، فينا نقول وجهات نظرنا وما تكون على فكره. في شغله كمان بدي اقولها ما لها علاقه بس بموضوع وسام، تفضل. بدي اقول ليش دائما بكل مجتمعاتنا العربية على فكرة، ليش دايما إذا ممثل لبناني أعطى وجهة نظر لممثل سوري أو العكس، انتبه كثير مشكلة سوريا ولبنان يا خيي، ما يمكن يكون هذا الممثل اللي أعطى وجهة نظر مختلفة كمان لبناني، يعني أنا وياه لبنانية. اللي بدي أقوله أنا إنه فينا نقول وجهات نظر بعضنا بعيدا عن الجنسية، يعني ما فيك تيجي تتقري هلا إلا تحكي عن فنانة أنت بتحبيها بس غلطت بمحلات انه اعطيتي رايك بحب، يفوتوا بيذبحوكي. مزبوط دائما هيك يا اخي، فينا نكون نختلف وجهات النظر حتى لو كنا من غير بلد. صحيح باسم. خلينا نروح للموضوع الفني أكتر. وقع نعم. وعرض كان برمضان مسلسل سر، كان معروض قبل طبعا على الإنترنت نعم. ولكن انعرض برمضان. كيف لقيت ردات فعل الناس على العمل، وشو التحضيرات الجديدة هلأ قريبا؟ مسلسل هلا محقق نجاح ساحق اذا بدك على الشاشات اللبنانيه، العالم عم تتابعه، سياسيين، فنانين، ممثلين، فمبسوط بهذا النجاح. وبعد نجاح سر قرروا الشركه مع الام بي سي انه يعملوا جزء ثاني. حلو. طبعا انا تشرفت كثير اني كنت عم اشتغل بعمل يعني احد ابطاله استاذ بسام بوسه، والكل بيعرف محبتي لهذا الشخص، محبتي لفنه لرقيه الشغل. انا شخصيا يعني انبسطت كثير بهذه التجربه معه بالجزء الاول، للاسف ما كان عندي كثير مشاهد انا وياه، لانه كان اذا بدك طبيعه المسلسل بتحكي هذا الموضوع، لكن بلتقى فيه باخر المسلسل. فان شاء الله بالجزء الثاني رح تشوفونا مشاهد قويه مع بعض. سعيد جدا انه رح اعيد التجربه مع استاذ بسام بوسه ومع استاذ مروان بركات المخرج الكبير اللي بحبه كثير على الصعيد الانساني والصعيد الفني، طبعا بالاضافه الى استاذ سامح مجدي والسيده نهله زيدان المنتجين، اللي
آمنوا بالدراما اللبنانية والدراما العربية المشتركة وإجوا على لبنان وإني مصريين بوقت لبنان كان عم بيتصارع سياسيا واقتصاديا. فسعيد بهذه التجربة الثانية اللي رح أعملها إن شاء الله، بالإضافة لعملين بعد ما بتيت فيهم. واحد رح يكون عمل مشترك بطولتي أنا ونجم كثير كبير من سوريا، رح مفترض يتصور بين أبو ظبي والمغرب. ما بدي احكي عنه لهيدا قبل ما يصير فيه اذا بدك تاكيد على كل شيء بعد تمام. ما اخلص كل القصص. وعمل كمان لبناني كمان سوري رح يكون، كمان بطولتي انا ونجم سوري كثير كبير. طبعا هتلاقي ما رح يتصوروا مع بعض، رح يتصوروا ورا بعض. ان شاء الله يعني نهايه 2020 وبدايه 2021 بتكون الظروف الاقتصاديه أحسن، والسياسيه بتخلينا نكفي والاعمال اللي نشتغل عليهم. كل التوفيق يا باسم. بآخر سؤال إلك، قلت إنه أنت صرت أكثر نشيط على السوشيال ميديا خلال فترة الحجر، قديش أثرت فترة الحجر عليك وشو الشغلات يلي تعلمتها جديد؟ اكيد نحن استفدنا من المطالعه اللي كنا نحن بالايام العاديه ما كنا صح، نقرا كثير، ركزنا اكثر على شغلنا، صرت عم نشوف افلام، شخصيات جديده، العائله اذا بدك اكتشفنا انه القعده بالبيت كثير حلوه، والناس اللي انا قاعد معهم بالبيت ان كانت مرتي ولا بروح بزور اهلي ولا بيت عمي، انه فينا نقعد نعمل حوارات حلوه ونحن ما كنا نعملها قبل كثير. الاكل بالبيت اطيب بكثير من برا. العلاقات الاجتماعية اللي كانت تختلف صارت أنظف هلا. البذخ اللي كنا نعمله بالحياة، نركض لنشتري ماركات ونسافر صحيح. ونروح، طلع في قصص كثير أهم منا بالحياة. الأعراس الضخمة الكبيرة اللي عم تنعمل اللي كنا ما نصدق نعمل عرس فيه 300 و400 و500 و1000 شخص لنشوف حالنا قدام الناس، طلع هذا كله ما له معنى. صحيح. باسم تفضل وأخيرا بدي أقول شغلي، أنا تفضل. سوريا بعشقك، بحبك بالأصالة اللي عندك، بشوارعك الحلوة، شوارعك الحزينة وشوارعك الفرحة، بحبها كلها، بحب الأصالة بالناس، تعلقهم بالأرض، بحب إصرارهم على الحياة رغم كل الحروب القومية اللي إجت على سوريا، بحب فنانينا، ممثلينا. وانا ابن الدراما السورية اعتبر، يعني لو بتحكي عن الدراما السورية كانه بس المغنية له جزء كثير كبير صح، فيها مع مخرجين كبار من 20 25 سنة لهلا. يا رب سوريا ترجع على مثل ما كانت قبل واحسن، ونرجع نشوف الاصالة تدور كل الكون. شكرا كتير يا باسم، ونحن من شكرا سوريا فخورين فيك كفنان عربي، حبيبتي انت، شكرا وناطرينك ان شاء الله بس تكون بسوريا لتكون باستديوهات نينار لحتى يكون في لقاء مطول شرف، اكثر. أكيد أكيد حبيبتي شكرا شرف، كتير ويعطيك الف شكرا عافية يا كثير، باسم. شكرا شكرا باي لك. باي.